قلت لها ماما بره بره كده، عارفه عينها دي كبيره من جوه، طلع بره كده. لا انا ما اعرفش دي طلع لا يا بنتي كانت بتضحك وبتهزر معايا. قلت لها طب روحي اشتري الهدوم بنتي، قلت لها روحي بنتي، قلت لها ماما انت حضرتها. لا 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 ارحبي، كانت منصوره كان ليا منحفه. قلت لها منصوره السلبيتة بتاعت اختك ولمين اللي يضم على المنشر يا جنة. كانت لسه جاية هي واختها من تحت من الكيشن تحت، كانوا مصورين في فرح، كان فرح صاحبته. وطالعين قاعدة بتحكي لها على الفرح وبتضحك وبتهزر وتتهزر وتضحك ونضحك. وطلع تاني لدرجة انا بيني وبين نفسي قلت خير الله ما اجعله خير. طب قوم انشر القدام دي، سمعنا صوت العربيات ماشية في الشارع فكرنا ايه الفرح. بنتي لسه داخله البلكونه سمعنا صوت هبده، سمعنا صوت طق 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 احنا في الشباك. ده دي اقسم بالله ما بكسبش ايه نفس ده. قلت ايه ده هبد البنت اللي في البلكونه ايه يا جنة، ودي كانت وراها في الاوضه لسه لسه هتدخل البلكونه. سألت في البلكونه على الزاويه اللي بتقف منها كل مره ما تفتح. لسه طالعه من تحت من الازاز، كده مرميه في الارض. والله يا جنة امي، يا جنة فيك ايه يا حبيبتي؟ بره بره كده، عارفه عينها دي كبيره من جوه، طالعه بره كده. بنتي ونزلت على الشارع من غير النقابة، بنت الصواريخ اجت في عينيها. خد واحده وطلعت، قالوا صواريخ ايه؟ قالوا مش صواريخ، دي شكلها قلت له طب ابص ايدكم النبي، ابص رجلي، ابص ايدكم. طب وصلوا بنتي وداها للمنصوره بسرعه بسرعه، المنصوره وداها المستشفى. وداها في اسعاف مكيف ولا ادفع حساب، بس يلحقها لي النبي. عينها مش مهم عيني، انا هوديها واعمل لها عين صناعيه. ايه طلعوا طلع انا ما ببصتهاش، ما حضنتهاش، خفت اجي جنبها، خفت اهزها، وخفت لا يبقى في نزيف جوه ولا اي حاجه. خفت يا ريت حضرت، يا ريت حضرت. لا لا لا.